المشاركه بقى في الاولمبياد دي بتمثلك انت عليه على المستوى الشخصي؟ لا طبعا هو حلم اصلا من ساعه اولمبياد طوكيو اللي فاتت، وكان لينا فرصه نتقابل مع منتخب الشواطئ، بس يعني ربنا ما كرمش، حصل اصابه كانت في المغرب. طبعا كانت كل حاجه متظبطه للمغرب، فطلعونا منها يعني كورونا، واحنا ولا كان عندنا كورونا ولا اي حاجه، بس هي كان يعني حلم اصلا ان انت تشارك في الاولمبياد. بس طب حلو انك انت فتحت الموضوع ده، المغرب منتخب الولاد ومنتخب البنات الاثنين تقريبا خدوا كتف كده من البطوله دي بطريقه غريبه، قالوا كورونا واحنا طبعا احنا عندنا فريقين، فريق اول وفريق تاني، يعني لو واحد منهم كسب مش لازم الاثنين يوصلوا فاينل. بالظبط صح كده؟ بالظبط. هو كان في البدايه اصلا كان كل حاجه غريبه هناك، يعني كل حاجه كانت بتحصل لنا غريبه، حبستنا في الاوض، الاكل اللي كنا بناكله ما كانش فيه اي ريكفري، كان صعب ناخد ملعب للتمرين. قعدنا اول 4 ايام اتمرنا مثلا تمرينه واحده، ما كناش بناكل، واحنا في الرمله انت لازم تاكل كويس عشان الكرامبات وكده. وفي نفس الوقت كان في التكنيكال ميتنج كان قايل لنا ان احنا في اوقات مثلا لو فرقه الف خسرت وفرقه ب كسبت بيبقى في جولدن ماتش، الجولدن ماتش ده بيتلعب بعدها بنص ساعه، فساعتها احنا فرقه الف عندنا والف وب بتتقسم عادي، يعني ممكن يبقى اي حد الف واي حد في ب، ملهاش علاقه مين مسميات يعني. ملهاش علاقه مين احسن ومين اوحش. فجت في الاول فرقه ب عندنا نزلت لعبت الف من المغرب وخسرت 2-0، وطبعا فرقه الف بقى خلاص قعدت بره وريحت وكده. نزلنا احنا كنا فرقه ب، كنا فرقه الف، نزلنا لعبنا فرقه ب من المغرب، الحمد لله قدرنا نفوز 2-1. ماتش كان صعب جدا، وكان يوميها درجه الحراره كانت مستحيله، يعني زي اليومين اللي فاتوا دول كده 43 وحاجات صعبه قوي، تخيل بقى على الرمل، يعني كان لازم الملعب كان كل 10 دقايق رش عشان الرمله بتحرق رجلنا من تحت. اكيد طبعا. بس خلصنا الماتش كان صعب جدا، راح جه قال لك ايه يلا هنبدا اللي بعده على طول من غير اي راحه، يا دوب شربنا ميه. طبعا احنا رفضنا، بس هم المنظمين، هو المنظم في البطوله من حقه يعمل اي حاجه. طب انت ما قدمتش مثلا شكوى للاتحاد الافريقي؟ لا قدمنا كل حاجه، قدمنا كل حاجه، بس هو في الاخر بقى ما طلعونا كورونا، فخلاص انت كورونا. وانت بعد كده وطلعك كورونا ما خلاكش لعبت الماتش التاني، ما خلاكش لعبت ماتش الفيصل اصلا. لا دخلنا لعبنا الفيصل وكسبنا الشوط الاول، يعني كسبنا الشوط الاول، يعني انت شوط واحد يفصلك بس عن الاولمبياد، يعني شوط واحد سابق الاولمبياد. جينا في لسه الشوط بادئ 3-2 للمغرب، جالي كرامب في السماله، في السمانه، طلبت ميديكال تايم اوت وبتاع، قال لك الميديكال اتلغى، لازم عشان تاخد ميديكال ينزل دم، فانا بلعب على رمل هينزل دم ازاي؟ صحيح. بس فضلوا بقى مصممين على الكلام ده، فضلت احاول اقوم وبتاع وكده، وكان طبعا كان معايا عاطف عادل لعيب محترف في ايطاليا شواطئ، كان بيحاول يعني يحاول يشيلني وكده، بس ما كانش فيه فير بلاي خالص، وكان دايما اللعب يعني اللعب عليا وانا اصلا مش قادر اقف، يعني انا واقف بالعافيه. طب ليه مثلا ما فكرش مثلا تاخد تايم اوت، تاخد لك فيه مثلا راحه دقيقه ولا هو التايم اوت اصلا اخره دقيقه في المفاجاه؟ احنا خدنا الاثنين تايم اوت بتوعنا، بس كان يعني عشان تتعال 60 ثانيه، مفيش وقت للعلاج، ولكن رفض يدخل يعمل لك ميديكال تايم اوت. الميديكال كان بيديه 5 دقائق، فكان يقدر الدكتور يدخل ويحاول يعمل اي حاجه ويريحك ويعمل حتى يعني حتى احنا في الماتش احنا ما خسرناش برضه، احنا جيت في مره وقعت خلاص مش قادر بقف، الحكم حتى ما سالنيش، ما طلبش اي حد، ما سالش الحكم الثاني، ما سالش اللاعب اللي معايا، قام حسب الماتش انسحاب على طول وطلعنا بره الملعب. قدمنا شكوى، واما حسوا ان الشكوى هتتقبل، كانوا هما كان في الاول ما جينا البطوله كانوا يعني مضوا غالبا رئيس البعثه على حاجه اللي هو لو في لعيب جاله كورونا البعثه كلها خارج البطوله. تمام؟ فساعتها بعد الماتش عملوا البعثه مصر بس مسحه. طبعا ما كناش نقدر نرفض ما نعملش، غلط برضه، فروحنا عملنا المسحه، طلعوا المدرب بتاع الرجال كورونا. فبالتالي مش ليه بقى ما بالتالي بقى البعثه كلها بره، فحتى البنات هما كده خرجوا البنات كمان معانا، وخرجوا البنات والولاد. مع ان البنات ما كانواش اصلا لعبوا لسه ولا ماتش، وفرصه يعني احنا كرجال كان الموضوع صعب برضو في الشواطئ، يعني انت عادي يعني انت ممكن تروح تخسر، ممكن طبيعي، بس الدنيا بس حق يعني بس لا بس وفر لي العداله بالظبط. لكن والسنه دي لا، السنه دي كنت حاسس ان احنا ممكن نكسب، لكن البنات لا، يعني البنات بسم الله ما شاء الله دعاء الغباشي، يعني مخوفه الناس في اللعبه دي خالص في افريقيا. كانت هتروح، لا كانت هتعمل فرق، وكانت كده كانت هتسافر البطوله يعني.